السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بجرب حلاوة الجبن بس بالطريقة الكيتونية. بستخدم طبعا هالجبن مقطع موزاريلا أي ماركة كانت تفضلونها، مبروش أو مقطع بهذه الطريقة. راح يذاب 200 جرام للتجربة فقط الآن، وراح استخدم سكر ستيفيا، بس على فكرة هالماركة جدا سيئة، راح نستخدم معلقة واحدة لأن وصول السكر الستيفيا البديل أو الصحي هاي غير أبدا اللائقة صراحة، مؤذي بشكل، لكن حذر معه. سويت شيرة أوردي من ستيفيا أيضا مع زعفران وهيل شوي ماي ورد راح استخدم، وراح استخدم بودرة بروتين نص كاس تقريبا. في بعض الأمور شوية ماء بسيطة، كمية بسيطة، ونحط معاها معلقة سكر ستيفيا. بس مثل ما قلت لكم هاي النوعية انها غير جيدة، فأنا قاعد استخدم الآن كتجربة، لكن لما يصل الطلب إن شاء الله للسكر هيك الساعة بكون بحط المقادير واضحة، بنذكر الماركة أيضا. وبننزل الحين والجبن يذاب إن شاء الله. نزلنا الجبن وإن شاء الله يذاب كلها، راح من يبتدي يذوب ويأخذ حالات السكر مع الماء طبعا موجود، بعدين بننزل عليه البودر، ممكن ترى إضافة الماء الورد الآن وممكن تأجيله، الأمر بسيط. هني معلومة عشان بس تعرفونها، لازم تستخدمون تيفال أو اللي هي الجدور اللي ما يلتصق فيها الأكل، عشان لا يتعبكم، لو حطيتوه على شيء يمسك ما راح تبطل بالسهولة. هذا خصوصا الجبن الآن شو ما كان يمط، الحين وقت إن شاء الله بننزل فيه البروتين. شوفوا الحين عشان خليه يتماسك ويسوي لنا عينة مناسبة، بنحط عليه البروتين وإن شاء الله يضبط. هي تجربة نجحت، كسبنا فيها وجبة. حطينا عليه البروتين وحركناها بسرعة. استماسك الآن، بس طبعا مو نفس السميد، بروتين ما يعطيك نفس أداء الطحين والسميد وهالأشياء مهما كان. وهني على طول عندي ورق حلوان أو ورق زبدة، الآن بنحط عليها العينة وبنفردها إن شاء الله، بنحط فوقها بعد قطعة ثانية لأن حار، هذا صعب إنك تلمسه، وبعدين بنفردها. طبعا لازم تنفرد وهي حارة، لما نطلع منها سمك بسيط اللي هو أقل عن 2 ملي أو سنتي، 2 ملي سمك بسيط جدا، وخلص وبروكم. ها فردناها، تكون بس سمك بس ما تبرد، نقصصها بشكلها الشكل اللي بنحط فيه قشطة. راح أجرب أستخدم نوعين، أنا راح أستخدم قشطة اللي الآن موجود عندي، وراح أستخدم أيضا جبن وبحلي. الحين بالسكين راح نقصصهم بشكل بطريقة بحيث أنهم نقدر نلفهم بعدين، أو نقدر نسوي رول نحط القشطة هنا ونرف نلف فيهم الرول، لكن أنا راح أسويهم قطع مربعة صغيرة وبحط فيهم أسهل. بالطريقة راح قطعناهم، بنحط هني قشطة زين، ومن ثم نلفهم نسوي وإن شاء الله. وطبعا هذا تقطيع الأطراف جدا لذيذ، لكن أنا البروتين اللي عندي في نكهة الفانوزا أو نكهة الكوفي، فهذا شيء ثاني. الحين هاي راجي
راح تنلف ان شاء الله. التفاح بحيث انها تكون حطيتها علي. طبعا ممكن نزينها بفستق نفس الحلاوة الجبن اللي سويناها اكثر من مرة وجدا ممتازة. بس هذا ترى نكهته عالية حلوة كسويتي، والشيرة ايضا انا كنت مسويها من باب الاحتياط، ما راح اعتقد احتاج الى شيرة ابدا. هذا اللي كان طلع معاي، طبعا يفضل الفستق مطحون لكن انا اخذت الان حتى هالبقايا جربتها جدا عالية مع القشطة ممتازة. الشيرة ممكن اختياري، في ناس تحبه بهذا، انا بالنسبة لي شفته هذا سويتي لان خلاص تعودنا بدون سكر، فحتى على طول دورت البلاك كوفي هنا ما قدرت اصبر يعني. وطبق سويت من الاخر، اتمنى عجبكم.